بإطار حفلاته الصيفية الكتيرة، أحيا النجم اللبناني ناجي القسطى سهرة مميزة بمجمع البيتش بلو ببيروت، وبحضور عدد كبير من محبينه، إلى جانب بعض الأصدقاء وأهل الصحافة والأعلام. كاميرا أغاني التقت القسطى قبل صعوده للمسرح بدقائق ليخبرنا عن التحضيرات للسهرة. يعني مثل كل سهرة، وخاصة هلأ بالموسم الصيفي بلبنان عم تكون ولعانة، كانت بكل المناطق اللبنانية، والليلة رح نكون ببيتش بلو بالريفيرا. إن شاء الله تكون حلوة السهرة. يعني التحضيرات الحمد لله كتير منيحة، وبوجودكم بوجود الجميع الموجودين إن شاء الله تكون حلوة. بس أغنية شو كان بدي حققت نجاح جيد بفترة قصيرة، فسألنا ناجي لأي مدى الأغنية الضاربة بتحمل اللي بعدها مسؤولية كبيرة. أكيد، يعني خاصة يعني أنا كم طالع من نجاحات كبيرة تعتبر، خاصة برح ترجع، يعني عم تحقق كل يوم عن يوم أرقام كتير كبيرة. الحمد لله، يعني أكيد بتعطي مسؤولية للغنية اللي بعدها. ناجي سجل موقف لافت على السوشيال ميديا بصورة نشرها مع النجم وائل كفوري بقضيته اللي تحولت لقضية رأي عام، وهالأمر سبب له بعض الأحراج بالتعليقات من ناس مؤيدين وناس معارضين. أول شيء أنا ما بتدخل بالأشياء الشخصية والعائلية، صار له يعني فترة هي القضية عم تنطرح والعالم عم يحكوا فيها والصحافة. أنا ما أعطيت رأيي ولا مرة، بس أنا أعطيت رأيي من بعد فويس انتشر أحد الأشخاص عم بيهين أهل الكفوري وأهل زحليب، فأكيد أنا بتزحلب بالآخر. من الطبيعي أنه يكون حد وائل بهيدي القضية وحد أهلي وأهل زحليب. القصة نشر صورة على صفحته على إنستغرام مع الأب توني الخولي، وكتب: بغض النظر عن الإيمان، أهم شيء بتتعلمه من هيدا الإنسان هو الأنعة. فهل ناجي مقتنع بيلي وصل له؟ لا، أكيد مقتنع بالنجاح اللي حققته، بس أكيد بعد بطمح لشيء أكتر وأكبر. الحمد لله، يعني هيدا حلم أنا كنت بحلم فيه من أنا وصغير. بالآخر الحمد لله مقتنع بكتير الأشياء اللي عملتها، قدرت حققتها، فإن شاء الله. وتعلمت مثل ما كنت عم تقولي من الأب توني خولي، لأنه عن جد قديش هيدا الشخص لما واحد بيحكي معه عن قريب وهيك، أنه يمكن ناسي المرحلة اللي كان هو فيها، عم بيحكي كل شيء بهلأ بالواقع بالحاضر اللي هو فيه. فعن جد أجمل شيء بالدنيا واحد يقتنع بمطرح ما هو بيكون موجود ويكون مبسوط باللي عم بيحققه. ناجي كشف لنا عن مشروع جديد تم بينه وبين الأب توني الخولي ضمن لقاء. بضمن اللقاء اللي صار مع الأب توني الخولي، حب يعطيني ريبرتوار ربيع الخولي، سمح لي يعني. وبهلأ بالآخر كمان بيكون في سماح من الملحن والشاعر، لأنه كمان هي من حقوقهم، بس الأولوية بتبلش من الفنان، لأنه هو بيعطي تنازل بالأول، بيرجع عند الملحنين والشعراء. فبتشكره على هذه الثقة اللي عطاني إياها، بتشكر ربيع الخولي، بتشكر توني الخولي على ريبرتوار ربيع الخولي. وكان لابد ما نسأل ناجي عن رأيه بالأغنيات اللي عم تنزل مؤخرا للنجوم نصيف زيتون، سعد رمضان، جوزيف عطية ونادر الأتات. يعني الكل عم يحققوا، مثل عم تشوف نجاحات وعم تشوف في أرقام، يعني عم تكون اسم الله عالي على المواقع التواصل. فأكيد كلهم حلوين، بقلهم ألف مبروك والله يوفقهم يا رب. وأنا
بنهاية اللقاء خبرنا ناجي عن مشاريعه القادمة. يعني في غنية هلأ جديدة مع فضل سليمان وعمر صباغ لأول مرة مع مازن ظاهر، غنية شوي هيك اجتماعية على يعني رايقة شوي رح بتكون. وأكيد في عندي هلأ كان في مسلسل اللي هو كان رح ينزل بوقت شهر رمضان، رح بعد تقريبا شي 10 أيام رح ينزل، أنا بغني تيتر لهيدا المسلسل اللي هو موجة غضب، رح ينعرض على التلفزيون الجديد، فكمان يعني إن شاء الله توفق فيهم. صيف حافل بالحفلات والنجاحات رافق النجم ناجي القسطى هالعام، على أمل أغنيته المقبلة تحقق له المستوى نفسه من النجاح وتساهم بمزيد من الانتشار العربي.